سلام عليكم. قبل أتكلم عن الفيلم يا جماعة الخير، حاب أشكر سينما أبيكس في البحرين على الدعوة الجميلة لمشاهدة الفيلم في سينماتهم. على فكرة سينما أبيكس تدعم فلسطين وتخصص أيام معينة بحيث 10% من إيرادات السينما تروح لدعم فلسطين. فانك على الدعوة يا أبيكس. واليوم راح أتكلم معاكم عن نابوليون. هو فيلم دراما تاريخي ويصلح للناس اللي أعمارهم 18 سنة، من إخراج الأسطورة ريدلي سكوت. وهو مخرج مخضرم، أعطانا أفلام عظيمة مثل Alien, Gladiator, Kingdom of Heaven والعديد من الأفلام، من بطولة واكين فينيكس، فانيسا كيربي مع طهر رحيم. وقصة الفيلم عن صعود وسقوط نابوليون بونابرت ورحلته إلى السلطة من خلال منظور علاقته المتقلبة والمعقدة مع زوجته جوزيفين. فيا جماعة الخير، أنا كنت متحمس لهالفيلم يوم سمعت عنه، قلت أو ريدلي سكوت ودراما تاريخية مع واكين فينيكس، وريدلي سكوت يحب يخرج أفلام تاريخية، أكيد مشاهد خلينا نقول الأكشن أو المعارك دموية وأبيك كل ملحمية. للأمانة ترى الفيلم فيها العوامل ذي، الفيلم فيه مشاهد جدا جميلة إخراجيا للمعارك والأكشن، تمثيل جدا ممتاز لواكين فينيكس. واكين فينيكس صار من الممثلين إذا كانه بداني دي لويس إنه ما قدر يسوي شيء غلط، حتى مثلا كان الفيلم والنص أو القصة مو بالمثيرة للاهتمام، ولكن تمثيله يكون جدا قوي بحيث الواحد ينجذب له ويركز عليه في هالفيلم. فيلم نابوليون للأمانة بالنسبة لي أنا كان شوي خيبة أمل، الفيلم نص نص بشكل عام، عندي مشكلة أساسية مع الفيلم. بس أول شيء راح أقول لكم الأشياء اللي حبيتها بالإضافة لمشاهد الأكشن وكل شيء. الحقبة الزمنية، أنا صدق عشت الحقبة الزمنية في فرنسا، في أمور إنتاجية أنا وايد أقدرها، الشخصية مثيرة للاهتمام لأن طبعا نابوليون يعني شخصية شوي غامضة لحد ما في التاريخ، يعني نعرف من هو بس في أشياء عليه وايد جدل، وبعد نابوليون بحكم أنه يزعم قصير فعنده عقدة الرجل القصير اللي يعوضها بأشياء ثانية، فإحنا نشوف شنو هو شخص غريب أطوار في حياته الشخصية ولكن استراتيجي جدا ذكي في سوالف الحروب والمعارك وجدا قاسي. فالفيلم حاول يراويني المنظور الشخصي وبعد منظور العملي لحياة نابوليون، فهالشيء ذي كله كان أوكي مثير للاهتمام، ولكن مشكلة الأساسية مع الفيلم وللأسف هالشيء يعني مفروض ما أقولها أنا كمراجع للأفلام، بس للأمانة هالفيلم حسيت فيه بالملل، في مشكلة كبيرة من ناحية الإيقاع. الفيلم مدته ساعتين ونص وشيء، حسيته أطول من فيلم Killers of the Flower Moon وذاك 3 ساعات ونص، يعني ذاك الفرق بين Killers of the Flower Moon ونابوليون ساعة إضافية عند Killers، بس أنك ما تمللت فيه فيلم مارتن سكورسيزي. هاي حسيت بثقل الفيلم، حسيت أن الفيلم ما كان من ناحية النص والأحداث مثير للاهتمام، ما كان يشدني باستمرار. أول ساعة كانت أوكي، الساعة الثانية كانت متخبطة، وصلنا للنهاية وعرفنا في مشاهد أكشن مشاهد معارك جدا جميلة إنتاجيا، بس ما حسيت بارتباط مع هالفيلم. يعني لو قارنا بأفلام ريدلي سكوت اللي نزلت يعني قبل فترة مثل House of Gucci ولاست دول، House of Gucci عندي معه مشاكل بس استمتعت بالقصة أكثر من فيلم نابوليون، ولاست دول أنا صراحة وايد حبيته، فيلم مظلوم إعلاميا وذكرته في مقطع أفضل أفلام السنة اللي راحت. هالفيلم حسيته بس ثقيل، المفروض أنا ما تملل في فيلم في واكين فينيكس ونخراج ريدلي سكوت. والفيلم بعد في نفس الوقت خلينا نقول من ناحية عرض الشخصية، عرض جوانب معينة، جوانب إنسانية لشخصية نابوليون، وأنا أتفهم هالشيء، بس مع مرور الوقت تحسون بإشمئزاز من هالشخصية ذي، وبعد تكرار الأمور الشخصية أو الأفعال الشخصية لشخصية نابوليون بشكل متكرر، هاي عزز عامل الملل بالنسبة لي أنا. هاي بالنسبة لي أنا شخصياً، أنا متأكد في ناس راح يحبون الفيلم وايد، بس في ناس راح يقولون هاي فيلم يعني below average. ومن الأشياء اللي اختارها ريدلي سكوت في هالفيلم، طبعا هي ذوق شخصي وانا احترم ذوقه، بس حتى طبعة لون الفيلم ما كانت جذابة للعين في مشاهد معينة في أماكن معينة. وعارف ان ريدلي سكوت من المخرجين اللي يسوي اللي في باله وما يفتكر في المشاهد، ودائما يقول انا اسوي افلام لنفسي وانا احترم هالشيء، بس في نفس الوقت ترى لازم يكون في السينما عامل انترتينمنت او عامل جذاب، واذا كان فيلم بارد الأحداث اللي تيف يعني بعدين خلينا نقول تبرر برود الفيلم في البداية، مثل Killers of Flower Moon. ليش اخترت Killers of Flower Moon؟ ما تكلمت عنه بسبب شركة الإنتاج ودعمها لإسرائيل، بس يمكن أذكره في مقطع أفضل أفلام آخر السنة. بس Killers استمتعت فيه، يعني دخلت فيلينج مع أن حسيته طويل وكان ممكن يقصصون من الفيلم، بس بشكل عام تجربتي كانت وايد حلوة مع Killers، وهني كانت خيبة أمل. تمثيل واكين فينيكس ممتاز، فانيسا كيربي رائعة، ما راح استغرب راح تدخل الأوسكار. بس إذا راح نتكلم عن أفضل الأداءات التمثيلية في عام 2023، عندنا كيليان مورفي، عندنا ديكابريو حق كيلرز، كيليان مورفي طبعا حق فيلم أوبنهايمر، عندنا هني واكين فينيكس. بين الثلاثة أنا أشوف أن كيليان راح يأخذها ويستحق أن يفوز الجائزة، لأنهم كلهم ممتازين. فيا ريدلي سكوت، على قد أنا محب أعمالك وأفلامك وأنت أعطتني يعني من
اكثر الافلام اللي احبها بتاريخ السينما ايليان، وحتى بعد بلاي رونر الاولي اللي عندي دائما مشاكل معاه بس دائما ارجع ان اشوف الفيلم. للامانه نابليون كان خيبة أمل لحد ما، فيلم انقسامي، متأكد إن في وايد ناس راح يحبون هالفيلم بس في نفس الوقت في وايد ناس راح يحسون للأسف الشديد بالملل، يحسون بثقل الفيلم. فهاي رحلتي الشخصية مع فيلم نابليون. تقييم الشخصي هو 6.5/10. أنصحكم المتابعة، شوفوا في السينما يمكن راح يعجبكم، وإذا ما تبون تروحون السينما نطلع ما ينزل على منصات أونلاين. وبس يا جماعة الخير، إيش رأيكم في الفيلم وكم تقييمكم من 10؟ وإيش رأيكم في أداء واكين فينيكس؟ هل تشوفون يستحق ترشيح الأوسكار؟ وش رايكم في اداء فانيسا كيربي؟ كتبوا رايكم في قسم التعليقات، واذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعد في وسائل التواصل الاجتماعي. يلا يا جماعه، تشوفكم على خير.